هل سمعتم بدورة الماء؟ الحقيقة هذه الدورة هي المسؤولة عن سر الحياة على الأرض. دورة الماء أيها الأحبة هي عبارة عن الماء يتبخر كل عام ثم يصعد إلى طبقات الجو فيتكثف وينزل على شكل أمطار. عندما درس العلماء هذه الظاهرة على مستوى أرضنا وجدوا أن هناك مناطق جافة قد لا ينزل فيها الماء لسنوات، وهناك مناطق لا يكاد المطر يتوقف ليلا نهارا. سبحان الله، المعدل العام أيها الأحبة كل سنة شبه ثابت، يعني كل سنة هناك كمية من الماء تتبخر ثم تنزل، وهذه الكمية ثابتة. لماذا؟ لأن كمية الماء على الأرض ثابتة، البحار نسبتها 71% تقريبا، بالإضافة إلى المحيطات والأنهار وغير ذلك. المهم أن الماء الذي ينزل على الأرض كل عام ثابت. هذه الحقيقة نحن اليوم نعلمها، ولكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لأحد علم بها. لماذا؟ لأنهم كانوا يعتقدون أن الجزيرة العربية يمكن أن تمر بجفاف يستمر لعدة سنوات، وبالتالي لم يكن لديهم تصور عن أن الأرض عبارة عن كرة وأن كمية الأمطار ثابتة كل عام تقريبا. النبي عليه الصلاة والسلام كيف عبر عن هذه الحقيقة؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما من عام بأمطر من عام، يعني لا يوجد عام أكثر مطرا من عام. هو يتحدث على مستوى الأرض كاملة. الناس استغربوا هذا الأمر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن نحن اليوم نستطيع أن نفهمه بناء على القياسات الحديثة حسب وكالة الجيولوجيا الأمريكية USGS التي تؤكد عبر جداولها والبيانات التي تصدرها أن كمية المياه شبه ثابتة على كل عام. يعني بالله عليكم، من أخبر هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام أنه لا يوجد عام أمطر من عام حتى يقول ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه، أي أن الله يوزعه ضمن خطة محكمة أراد الله عز وجل؟ لا نملك إلا أن نقول الحمد لله على نعمة الإسلام.